الميليشيا الحوثية تواصل تصعيدها في الحديدة وتقصف التحيطة وحيس. ألغام الموت الحوثية تواصل حصد المزيد من الضحايا ومطالبات بالضغط على الميليشيا لتسليم خرائط الألغام. الوفد الأمني المصري يبحث ترتيبات إعادة إعمار غزة بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، وإلى نشرتنا لهذا اليوم. في العيد الوطني 31 للجمهورية اليمنية يتذكر اليمنيون هذا المنجز التاريخي الذي يعد أبرز منجزات اليمن الحديث، والذي قضى على عقود من التشطير في وقت يعانون فيه من فقدان الأمن والاستقرار والفقر والتهجير والتشرد جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني بهدف إعادته إلى عهود الكهنوت. بعد قيام الجمهورية اليمنية تحققت للشعب اليمني مكاسب عدة، وخصوصا في الحياة السياسية، حيث تم اعتماد النهج الديمقراطي في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. لأن استعادة الوحدة اليمنية كان مطلب السواد الأعظم من الشعب في شطري الوطن، خصوصا بعد الخلاص من نظام الأئمة في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب. عندها لم يكن أمام أنظمة الحكم المتعاقبة سوى الاستجابة لهذه الإرادة الشعبية التواقة إلى إعادة لحمة الصف الوطني بعد عهود من التشرذم والفرقة. وما أن تحقق المنجز الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر على يد رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض برفقة المناضلين المخلصين في كلا الشطرين، رفرف علم الوحدة خفاقا في سماء مدينة عدن في 22 من مايو عام 1990، عندها زالت حدود التشطير المصطنعة وأصبح هناك وطن واحد موحد يجمع اليمنيين ويسير الراكب فيه من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، ويعيش أبناؤه في وئام وإخاء مجسدين حقيقة أن الوطن يتسع للجميع. الوحدة اليمنية لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت هي إعادة الأصل للفرع وربط الأرض بالإنسان، وأيضا مواجهة التحدي بالتحدي، لأنها كانت في ظروف حقت في ظروف في تشظي العالم، وبينما اليمن يتوحد في وطن 22 من مايو كان الكل سواسية أمام القانون، ولم يكن هناك امتيازات لأحد على اعتبارات سلالية أو مناطقية أو حزبية كما هو حاصل الآن. وكانت المرأة بجوار أخيها الرجل تتمتع بكامل الحقوق والحريات وتشارك بفاعلية في عملية البناء والتنمية، بل سجلت حضورها القوي في مواقع صنع القرار. الوحدة اليمنية هي وجدت اليمن أساسا من يوم ما وجدت الوحدة اليمنية، فكانت اليمن يعني مشتتة في الشمال وفي الجنوب، فلما اتحدت وجد الشعب اليمني، وجدت الدولة. أما المكاسب السياسية فقد طوت الوحدة عقودا من حظر العمل الحزبي في شمال الوطن ونظام الحزب الواحد في الجنوب، وأحدث قيام الجمهورية اليمنية انقلابا ديمقراطيا سلميا في العملية السياسية تمثل في تبني التعددية السياسية والحزبية واعتماد النهج الديمقراطي سبيلا للوصول إلى السلطة، وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع والانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات المجالس المحلية. الوحدة هدف سامي لثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر،
كانت الحل لمشاكل اليمنيين وستظل طوق نجاتهم من المخاطر المحدقة بهم، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي التي تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس نظام الأئمة مجددا في شمال الوطن. فهل ستكون القوى الوطنية عند مستوى المسؤولية انتصارا لأهداف مناضلي سبتمبر وأكتوبر النبيلة، وصولا لتضحياتهم التي بذلت من أجل أن يصبح اليمن واحدا موحدا، وأن تظل الوحدة عهدا عالقا في كل ذمة؟ إلى ذلك أكد مواطنون أنهم سيحافظون على الوحدة اليمنية بحدقة أعينهم رغم المؤامرات، لأنها أنهت عقودا طويلة من تشطير الوطن أرضا وإنسانا، ولأنها أهم وأبرز منجزات اليمن كله في العصر الحديث. الوحدة اليمنية مكسب عظيم لكل أبناء الشعب، وحدت جميع أطياف الشعب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لن تقوم قائمة للشعب اليمني إلا بالوحدة والتكاتف والتعاون، فعلى الجميع المحافظة على الوحدة وعلى الوئام والمحبة والعيش في ظل يمن واحد يتساوى فيه الجميع بعيدا عن التطرف والعنف والإرهاب. يمن واحد يتسع للجميع. الحمد لله كانت يعني الوحدة سبب مخرج اليمنيين من مآسي كثير، من انتهاء الإمامة، من انتصارات، من توحد الشعب، من حدث التطورات. شفنا المساجد، شفنا الحرية، شفنا المدارس بنيت، شفنا المشافي، شفنا الوطن عايش في رفاهية. والله الحمد من بعد ما دخلت الميليشيا الحوثية هي من دمرت الوطن، هي من قسمت الوطن إلى أشطار كثيرة. لذلك نقول نتمنى أن الشعب اليمني أنهم يضموا إلى صفوف الوحدة اليمنية. الوحدة اليمنية لا أثر في الاقتصاد، لها أثر في التنمية، لها أثر في وحدة الناس، لا أثر في الإخاء بين الشعب اليمني كامل. أما ما محصول الآن مثلا حصل من يوم الانقلاب الحوثي الذي حصل في 2014، جعلت من الشمالي شمالي والجنوبي جنوبي والصنعاء غير مارب ومارب غير كذا، وكنا لحمة واحدة. فبالوحدة اليمنية وبالقلب الواحد وبالشعب الواحد سنعود إخوة وسنعود متلاحمين وكتلة واحدة إن شاء الله. فالله يديم علينا الوحدة ويديم علينا اليمن. جماعة الشمل اليمن كله من شرقها لغربها، والوحدة اليمنية هي أساس الحياة. هذا الإنجاز العظيم يعتبره اليمنيون كافة والعرب بشكل عام أنه إنجاز تاريخي فاصل ما بين نقطتين مضيئتين، وكان هو النور المضيء في هذه الفترة التاريخية للشعب العربي بأكمله، إعادة اللحمة اليمنية. فكان هذا هو دليل على بداية الوحدة العربية الشاملة. فهنا نعيش، وإن كنا في هذه الأيام نعيش هذه المآسي، لكن هناك النقطة المضيئة والجانب المشرق في هذه الأيام أننا نحتفل بهذا المنجز التاريخي الذي حققه الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. كثير هي الأحلام العظيمة للأمة، وما تحقق منها حلم الوحدة اليمنية. ستظل الوحدة اليمنية ألقا ساطعا في سماء الأمة، ولكون المهام العظيمة لا يصنعها إلا رجال عظماء. أتذكر في هذه اللحظات الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، وكوكبة المناضلين الذين عملوا على تحقيق هذا المجد. والوحدة اليمنية ولدت لتبقى وستظل. وصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها وقصفت منازل المدنيين في مناطق متفرقة من الحديدة. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة صوب القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية، وتعرضت أحياء سكنية في مديرية التحيتة لاستهداف حوثي، كما استهدفت قرية الفازة على فترات متقطعة. كما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا قصفت مدينة حيس بمختلف الأسلحة. إلى ذلك استشهدت امرأتان وجرحت أخريان بانفجار لغام أثناء قيامهن بالاحتطاب ورعي الأغنام في قرية الشعينة جنوب شرق مدينة حيس بالحديدة. دماء بشرية جديدة تنزف على تراب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وتحديدا في قرية الشعينة
بوسائل قتل شتى قلبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وباتت تتربص بحياة المدنيين. 4 نساء سقطن مضرجات بدمائهن كآخر تحديث للجرائم الحوثية، منهن 2 فارقت الحياة، فيما الأخريات حالفهن الحظ للنجاة من الموت المحقق بتعرضهن لإصابات بليغة حينما انفجر بهن لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي. الضحايا اليوم الذي يعني من أهم كلهم من أقربين، يعني عمتي وعمتي وزوجة ابن عمي وبنت عمي، يعني إصابة منهم هنتين وهنتين يعني توفوا. 3 حبات يعني زعفناهم إلى مستشفى النقطة يعني السابع العمالقة، وحبة يعني زعفناها إلى المستشفى الريفي بسبب اللغم الحوثي. وهم يعني خارجين يرعوا الغنم ويحقصوا يعني شجر للأكل يعني للموفع. الجريمة الحوثية التي ألمت بهؤلاء النساء وقعت في ساعات الصباح أثناء رعيهن للأغنام وجمع الحطب ليحيل اللغم الحوثي أجسادهن البريئة إلى أشلاء متناثرة، وأصبحنا بحاجة لمن يجمع أشلاءهن لهول الانفجار الذي مزق أطرافهن، لتضاف هذه الجريمة إلى سجل الميليشيا الأسود الملطخ بدماء الأبرياء. هذو ضحايا الألغام الحوثية التي تم زراعتها في منطقتهم وهم ذاهبين يرعون الألغام. تم توفية 2 هذو الضحايا وهم دنيا سعيد حسن كعل والأخت سعيدة إبراهيم شامي، والثالثة فادية على الله محجوب تم إسعافها للمخاء. غدت ألغام ميليشيا الحوثي تشكل كابوسا يؤرق حياة الأهالي في الحديدة ومناطق الساحل الغربي، خصوصا وأنها تضم أكبر حقل للألغام على مستوى اليمن وفقا لتقارير أممية، وشكلت الألغام خطرا آخر على حياة المواطنين وعمقت معاناة الأهالي أو النازحين في مدينة حيس التي ألحقت بها الميليشيا أذى كبيرا وانتهاكات يومية تطال سكانها. حسام بكري لقناة اليمن اليوم الحديدة. إلى ذلك، طالب مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي لتسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في مناطق الساحل الغربي التي توصل حصد المزيد من الضحايا المدنيين. وشدد مكتب حقوق الإنسان في الحديدة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود فرق القوات المشتركة الهندسية في نزع وتفكيك الألغام التي ملأت بها الميليشيا المزارع والطرقات والمناطق الأهلة بالسكان، وحولت الساحل الغربي إلى أحد أكبر حقول الألغام في العالم، ولا يكاد يمر يوم دون أن تقتل ألغام متفجرات الحوثي وتصيب أعداد لا حصر لها من الأبرياء من المزارعين ومستخدمي الطريق في الساحل الغربي كغيرها من المناطق التي وصلت إليها الميليشيا وفخختها بالألغام والمتفجرات التي تتربص بخطوات الأبرياء. أعلن التحالف العربي إحباط هجوم بحري بزورق مفخخ من قبل ميليشيا الحوثي جنوبي البحر الأحمر، وقال بيان للتحالف إنه تم إحباط عملية هجوم وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وأشار التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وإن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة. أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن، وشدد في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح المنافذ الجوية والبحرية. هذا ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث جولة جديدة في المنطقة الأربعاء المقبل لبحث فرصة دعوة أطراف الأزمة اليمنية للاجتماع. يكثف وفد أمني مصري محادثته ضمن مساعي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ فجر الجمعة، ويبحث الوفد في ثاني زيارة له ترتيبات ما بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب المصدر فإن من المقرر أن يبحث الوفد المصري ترتيبات بدء إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي. وكان الوفد المصري اجتمع في مدينة رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة وتنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار. 11 يوما ارتكب خلاله العدوان الإسرائيلي مجازر بشعة بحق المدنيين دون مراعاة للمواثيق الدولية والحقوقية، وراح ضحيتها 248 شهيدا ونحو 1900 جريح.
مبان سكنية، مواطنون مدنيون بأطفالهم، هذا هو بنك الأهداف الاستراتيجي الذي يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه دمر من خلاله أهدافا حساسة للمقاومة. طبعا أجواء الحرب كلها رعب، وكانت يعني لأول مرة يعني بكون بالقسوة هذه يعني النازية هذه، يعني ضد سكان عزل مدنيين لا يملكون من أمرهم شيء يعني، ولا لهم علاقة لا بمقاومة ولا غيره. فتفاجأنا أنه يعني بتفششوا في المدنيين، يعني ما فيش، يبدو أنهم عجزوا عن تحقيق أهدافهم. من تحت أنقاض هذا المربع السكني انتشلت الطواقم المتخصصة جثامين قرابة 40 شهيدا، عائلة الكولك التي تسكن شارع الوحدة وسط مدينة غزة قضت جميعها تحت الركام. الموقف هذا اللي شفناه كان موقف رهيب، صدمة بالنسبة لنا، ما توقعناش اللي صار. هذه مجزرة، البيوت هذه اللي سقطت اللي تابعة لعائلتنا، ناهيك عن بيت أبو العوف، كلها بيوت ناس آمنين، مواطنين، أشخاص عاديين. عندنا 54 شهيد، شهداء عائلتنا 22 فرد، وشهداء عائلة أبو العوف مع العائلات الثانية بيطلعوا 32 شهيد تقريبا. المئات من الأبراج السكنية دمرتها الطائرات الحربية طوال أيام التصعيد، سياسة يرى فيها الاحتلال الإسرائيلي محاولة للضغط على الفلسطينيين بغض نظرهم عن القدس المحتلة دون مراعاة أي حق إنساني. بلا شك أن هذا النمط من الجرائم في حد ذاته هو جريمة حرب وانتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة التي ألزمت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بضرورة حماية الأعيان المدنية والأرواح المدنية. ومن شأن هذه الجرائم أن يتم تقديم المسؤولين وقادة الحرب في إسرائيل أمام القضاء الدولي من أجل المساءلة والمحاسبة. أصداء الجرائم الصهيونية ردت عليها المقاومة الفلسطينية بصمود الحاضنة الشعبية لها. أحياء سكنية أبادتها الطائرات الإسرائيلية دون أن تنذر سكانها بإخلاء منازلهم، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية المنبثقة عن المؤسسات الدولية والحقوقية. عبد الهادي فرحات، قناة اليمن اليوم، غزة، فلسطين. وللحديث ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الهيئة الدولية لحماية ودعم الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، مرحبا بك معنا. بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة تتكشف لنا حجم وبشاعة العدوان، ماذا عن حجم الدمار الذي لحق بغزة وماذا عن إحصائية الضحايا؟ مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، كما ذكرتي تتكشف أكثر فأكثر حقائق جرائم الاحتلال والتي ارتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية، حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى 248 شهيد، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن وصحفي، وأيضا 2 من الأطقم الطبية و7 من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 1970 جريح، نصفهم من الأطفال والنساء. هذا إن دل على شيء يدل على تعمد استهداف المدنيين وجعلهم في عين العاصفة، وهم من الهدف المستهدف لإيقاع أكبر أذى ممكن في أواسطهم وترويعهم. ناهيك عن ذلك ارتكاب 19 مجزرة بحق 19 عائلة جرى إبادتها بالكامل من السجل المدني، كما جرى في عائلات المصري والكولك وأبو العوف والمدهون والطناني والكثير من العائلات التي لا يتسع الوقت لذكر أسمائها. وأيضا ارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق الأعيان المدني والبنية التحتية، حيث جرى تحويل حياة المدنيين إلى مستوى الكارثة الإنسانية. فعندما تم قصف 16,000 وحدة سكنية ويزيد، دمر منها بالكامل 1,800 وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير البنى التحتية والمؤسسات الخدمية الصحية والتي تقدم الخدمات والمقرات الشرطية والمساجد والمدارس والمنشآت الاقتصادية، أكثر من 40 مصنع وشركة جرى تدميرها بالكامل وبنوك، إضافة إلى أكثر من 388 منشأة اقتصادية ومحلات تجارية. الهدف كان هو تحويل حياة السكان المدنيين إلى مستوى صعب، وخاصة أنه تزامن مع إطلاق معابر قطاع غزة ومنع وصول الإرساليات الدوائية والغذائية والمعدات الطبية،
وإضافة إلى ذلك تدمير شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت، الأمر الذي انعكس بالسلب على حياة المدنيين. وحتى ما بعد العدوان لا يزال دولة الاحتلال تحاول سلب صورة الإنجاز الذي حققه شعبنا بصموده الأسطوري ومقاومته، وبالتالي هي تنتقم من المدنيين في القدس وفي 48 اعتقالات، وتنتقم من قطاع غزة بإغلاق المعابر واستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة. نعم صلاح، ماذا عن المحادثات التي يجريها الوفد الأمني المصري بشأن ترتيبات إعادة الإعمار، وعلى ماذا تدل هذه الجهود التي تبذلها مصر؟ بداية كل التقدير لجهود الشقيقة مصر، سواء في ما تفعله في من أجل وقف هذا العدوان على المدنيين وعلى الفلسطينيين إجمالا، وأيضا سواء بشأن المساعدات المقدمة لقطاع غزة من خلال معبر رفح، والإعلان عن نصف مليار دولار للمساعدة في إعادة الإعمار، وأيضا الجهود الفلسطينية التي تبذلها في مجال استعادة الوحدة الوطنية. ولكن جهود وقف إطلاق النار تجابها بتعنت من دولة الاحتلال، هي ما لم تأخذ بالميدان تريد أن تأخذ بالسياسة، وهذا لن نسمح به شعبنا. فنحن ربما نكون إزاء جولة تصعيد جديدة إذا ما استمر تعنت الاحتلال واستمرت إغلاق المعابر، وإما أن تنجح الجهود المصرية والأممية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا الجرائم ورفع الحصار عن قطاع غزة وضمان جهود إعادة إعمار حقيقية، لأن جهود الإعمار السابقة ارتطمت بالتعنت الإسرائيلي في منع إدخال العديد من المواد وفي التحكم في منسوب الإعمار، مما أدى إلى عدم تسريع عملية الإعمار، ولغاية الآن هناك مساكن في 2014 و2008 لم يعاد بناءها. نعم شكرا لك صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لحماية ودعم الشعب الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف. توقفت الحرب في غزة وضاعت على إثرها مئات الملايين من ريالات اليمنيين، قامت الميليشيات بجبايتها مستغلة نزيف الدم الفلسطيني لصالح ثراء مشرفيها وضياع هذه الملايين في دهاليز خفية. أين الأموال التي جمعتموها لصالح القدس؟ سؤال تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من يمنيين شهدوا جمع الحوثي وشحاذته للتبرعات من أجل القضية الفلسطينية، ولم يشهدوا إلى الآن إدلاء الميليشيات بالأرقام والإحصائيات التي جمعوها من قوت شعب فقير ومن يد تاجر لا يدفع إلا ويضيف على سعر السلعة أضعافا مضاعفة. الأنباء من بعيد تقول بأن حسن إيرلو حاكم إيران العسكرية في صنعاء هو المسؤول الأول عن تلقي هذه التبرعات بتوجيهات من ميليشيات الحوثي وتحت ذريعة إمساك إيران بدعم حماس، وهو ما أثار حفيظة البعض وجعل الكثيرين من جامعي التبرعات الحوثيين يمتنعون عن تسليم المبالغ المالية التي تقول مصادر داخل الميليشيات أنها وصلت إلى مئات الملايين قادمة من المحافظات. هذا وقد تكفلت لجنة خاصة في البنك المركزي شكلها الحوثي لغرض جعلها وعاء لاستقبال تبرعات القضية الفلسطينية، وخصوصا تلك الآتية عبر شركات تحويل الأموال المحلية بدءا بالكريمي وانتهاء بالصيف والنجم. وتقول أنباء بأن اللجنة إلى اللحظة لم تعلن عن حجم ما تلقته طيلة الأيام الماضية وما تم جبايته بالإكراه من التجار في مناطق سيطرة الميليشيات. هذا وتستغل ميليشيات الحوثي المناسبات الدينية والطائفية والقضية الفلسطينية لجمع ملايين الريالات وإضافة أعباء على الاقتصاد الوطني خدمة لمشاريعها العسكرية وثراء مشرفيها دون استناد قانوني أو تنظيم مالي لما يتم جمعه، وهو الأمر الذي ضيق ويضيق من الحال المعيشي في مناطق سيطرة الحوثي يوما بعد آخر. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. 9 إصابات بكورونا في 3 محافظات والمصابون في العالم يتخطون 167 مليون ونصف.
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في 3 محافظات، وذكرت في حسابها على تويتر أن 3 إصابات سجلت في تعز ومثلها في كل من مأرب وشبوة، بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات في كل من تعز وحضرموت وشبوة، و44 حالة شفاء منها 23 في حضرموت و21 في لحج. وبذلك ارتفع أجمل الحالات المؤكدة إلى 6658، منها 1307 وفيات و3145 حالة تعافٍ. إلى ذلك، شهدت مراكز التحصين ضد فيروس كورونا المستجد في عدن وباقي المحافظات إقبالا كبيرا من المغتربين في المملكة العربية السعودية والراغبين للسفر خارج البلاد لأخذ جرعات اللقاح. وجاء تحصين المسافرين والمغتربين اليمنيين تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والاشتراطات المطلوبة لقبول دخول المعتمرين والحجاج لهذا العام. وعبر عدد من الذين تعاطوا اللقاح عن ارتياحهم إزاء الخدمات التي تقدمها فرق التحصين، ودعوا الجميع إلى التفاعل الإيجابي لتحصين أكبر لعدد من المستهدفين. شكرا لوزارة الصحة اليمنية والعاملين والقائمين على المكان، يعني وتسهيل أمورنا، تسهيل أمور المغتربين، ونقول لهم ألف ألف شكر يا غالي، والحمد لله رب العالمين. يعني كملنا جهازنا بالتلقيح، وان شاء الله عبرها على الممشى على السفر ان شاء الله. شكرا. وعالميا، تجاوز المصابون بالفيروس التاجي حاجز 167 مليون ونصف المليون في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 وصل إلى 167 مليونا و591، فيما تجاوزت الوفيات 3 ملايين و479 ألفا، ووصل عدد من تم شفائهم من المرض إلى أكثر من 148 مليون و635 ألف شخص. وبعيدا عن أخبار كورونا، وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري انتقادات حادة للرئيس ميشيل عون لتعطيله تشكيل الحكومة في وقت يمر به لبنان بمشاكل اقتصادية وسياسية وأحوج ما يكون لحكومة تنهي معاناته المتعددة. جلسة صاخبة للبرلمان اللبناني لبحث أزمة تشكيل الحكومة بعد إصرار رئيس الجمهورية ميشيل عون على تعديل وتغيير الدستور، وهو ما اعتبره مراقبون تعطيل للحياة السياسية في البلاد والأخطر في ظل الانهيار الذي يعيشه الشعب اللبناني في مستواه الاجتماعي والاقتصادي. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وجه انتقادات لاذعة للرئيس ميشيل عون بشأن ملف تشكيل الحكومة، وقال: نحن أمام رئيس أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وأوضح الحريري أن الرئيس اللبناني يمتلك خبرة كبيرة في تعطيل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة، مبرزا أن عون يريد فرض أسماء معينة وفرض الثلث المعطل. أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل، من تعطيل تشكيل حكومات متتالية لأشهر طويلة، أذكر منها على سبيل المثال 11 شهراً لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام. وكان ميشيل عون قد أرسل رسالة إلى البرلمان اللبناني عبر رئيس المجلس نبيه بري، قال فيها أن أثار التأخير السلبية انعكست على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام، وحالت دون معالجة ملفات حساسة. تجدر الإشارة إلى أن الحريري كلف في أكتوبر بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة برئاسة حسن دياب إثر انفجار وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص، إلا أن الخلافات السياسية الحادة التي أسقطت حكومة دياب وتمسك كل طرف بحصة ونفوذ حال دون تشكيل الحكومة على الرغم من الضغوط الدولية لتشكيلها. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
تكدس القمامة وطفح الصرف الصحي يهددان بكارثة بيئية وصحية في الضالع وأبيان. تسبب تكدس القمامة بالضالع بانتشار العديد من الأمراض والأوبئة ومطالبات بحلول جذرية لتلك المشاكل رغم حملات الرش التي تنفذ كحلول إسعافية للتخفيف من انتشار تلك الأمراض. أدى تكدس القمامة وطفح المجاري في مدينة قعطبة ثاني أكبر مدن محافظة الضالع إلى زيادة معاناة المواطنين، ولا سيما عقب سقوط أمطار غزيرة على مديرية قعطبة خلال الأسبوعين المنصرمين، الأمر الذي تسبب بانتشار العديد من الأمراض والأوبئة. وفي محاولة سريعة لإنقاذ المواطنين والتخفيف من معاناتهم، تم تنفيذ حملة رش ضبابية إسعافية لأحياء وشوارع مدينة قعطبة وبالتعاون مع اللجنة المجتمعية وشباب مدينة قعطبة. الحميات كما لا يخفى عليكم قد أفتكت بكثير من المواطنين في محافظة الضالع، ومن أعظم الأسباب لنشر هذه الحميات هي البعوض، وأعقب هذه المرة أمطار عقبها انتشار بعوض كبير إضافة إلى الذباب، وهي من الأسباب الناقلة للعدوى. والحمد لله تم يعني برعاية السلطة المحلية والتنسيق مع شباب إنقاذ قعطبة ولجنة استقبال التبرعات إعداد هذه الرش الضبابي الذي يعتبر هو المرحلة الثانية، كما أقيم في العام السابق الآن أقيم أيضا هذه المرحلة الثانية لقتل البعوض والتخفيف من معاناة الناس. من جانبه أكد العقيد أحمد ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة بأن السلطة المحلية تلقت العديد من الشكاوي من المواطنين بشأن تزايد أعداد المصابين بالأمراض والأوبئة، وتم التوجيه بعمل حلول تضمن إزالة أسباب انتشار تلك الأمراض، وكذلك التنسيق مع اللجنة المجتمعية وشباب مدينة قعطبة والقطاع الخاص لتنفيذ حملة الرش الضبابية، مثمنا دور المتطوعين وكل الجهات التي تتعاون مع السلطة المحلية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في مديرية قعطبة. وتلقينا عدة شكاوى بانتشار الحميات في المديرية وفي المدينة بشكل خاص، وهذا أقل الواجب نقدمه للمدينة. قمنا بعملية التدشين توفير أحد المضخات النوعية. جهود ملموسة قامت بها السلطة المحلية بمديرية قعطبة بالضالع للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، لكن الكثير من المواطنين يراها حلولا غير مجدية ويطالبون بحلول جذرية لتراكم القمامة ومشكلة طفح المجاري التي تعتبر من أهم المسببات لانتشار الأمراض والحميات في مديرية قعطبة. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. وفي أبين شكا أهالي منطقة سواحل من استمرار طفح مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يهدد بانتشار واسع عن الأمراض التي يعاني منها المواطنون أصلا ما يزيد المشهد قتامة. هكذا تبدو الصورة في منطقة سواحل بمدينة زنجبار في محافظة أبين بعد ضفح مياه الصرف الصحي، وباتت تشكل بركا راكدة أعاقت حركة المرور في مختلف شوارع الحي وبيئة خصبة لانتشار البعوض الناقل للأمراض، وصد مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة دون أي حلول تذكر من قبل السلطة المحلية والجهات المختصة التي يقول الأهالي أنها تخلت عن مسؤولياتها في تخفيف معاناتها التي تتفاقم يوما بعد يوم. ناشدكم باسم الإنسانية، باسم الأخوة، باسم الزمالة أن تنقذوا المواطنين من طفح المجاري. نحن نعاني ليس من اليوم بل من شهور، ونحن دائما نناشد ونناشد ونناشد، يا جماعة اتقوا الله في المواطنين، اتقوا الله يا القائمين على هذا العمل. الناس هلكت، حر وانقطاع كهرباء، ومعانا أخوان ارحموا الناس.
وتتسبب الروائح المنبعثة من ماهي الصرف الصحي في مشاكل متعددة للمواطنين، أبرزها بأنها تشكل بؤرة للبعوض الناقل للأمراض الخطيرة والمزمنة التي زادت من معاناتهم في الحي، إضافة لعرقلة حركة السير ومنع المواطنين من الوصول إلى مقاصدهم، ناهيك عن المأساة التي تتسبب فيها هذه المجاري لدى الأطفال. ناشد السلطة المحلية وقاعة الاختصاص وكل من يعنيها الأمر أن ينزل ونعمل شيء لهذا الشعب لأبناء المنطقة، لأنه الآن عدة أمراض منتشرة، فهذا وباء لحاله يشكل خطر على حياة أبناءنا وحياتنا وحياة الجميع، وعلى هذا أن يهتموا يعني صحة المواطنين ونفعهم، لأن هذا يعني أمراض سببت للناس هذا المخلفات وهذا القمامات والمخرجات اللي مفكوكة في الشوارع. وتتصاعد المخاوف من طفح مياه الصرف الصحي في المنطقة في ظل انتشار الحميات، فضلا عن تفشي فيروس كورونا وعجز القطاع الصحي عن مواجهة الوباء، ما يتطلب على الجهات المعنية في المدينة القيام بدورها وسرعة إيجاد حلول جذرية للمشكلة التي أصبحت تحاصر المواطنين من كل الاتجاهات وباتوا في مرمى الأمراض التي يثاب ضحيتها عشرات المواطنين بشكل يومي. وفي الملف الاقتصادي، مقترحات لرابطة الاقتصاديين اليمنيين لحل مشكلة الكهرباء، وميليشيا الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرافة في مناطق الحكومة من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها. وضعت رابطة الاقتصاديين اليمنيين عدد من الحلول والمقترحات لحل مشكلة الكهرباء في البلاد والبدائل الممكنة للطاقة الكهربائية المتجددة والنظيفة ودور القطاع الخاص والحكومة والمنظمات الدولية في حل أزمة الكهرباء. وطالبت الرابطة بحوكمة قطاع الطاقة وتوفير المخصصات المالية وإعادة توحيد أجهزة الدولة المشرفة على قطاع الكهرباء، كما أكدت على أن إعادة النظر في القوانين المعمولة بها في مجال الاستثمار لتهيئة المجال للقطاع الخاص المحلي والمقترب والأجنبي للاستثمار في الكهرباء، وإعادة تشكيل وعي المواطنين وثقافتهم في مجال التعامل مع التزاماتهم تجاه الاستهلاك من الكهرباء. واقترحت إعادة هيكلة الإدارة لمؤسسة الكهرباء بإنشاء 3 شركات جديدة في مجالات الإنتاج والتوزيع والتحصيل. سجلت أسعار صرف الريال مع بداية تداولات اليوم انهيارا جديدا مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرافة، وتجاوز سعر الدولار حاجز 917 ريالا للدولار الواحد، فيما تجاوز سعر الريال السعودي الواحد حاجز 241. وأكد مصرفيون أن ميليشيا الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرافة في مناطق الحكومة من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة. وأوضحوا أن الميليشيا تقوم عبر شركات صرافة تابعة لها بالمضاربة في العملة بمناطق سيطرة الحكومة، ما تسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع وخسائر كبيرة تكبدتها شركات ومحل الصرافة. نظم منتدى صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية تحت عنوان التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بمشاركة كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافة إلى صندوق النقد العربي. وتطرق المنتدى إلى خيارات التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا. خيمت الأوضاع الاقتصادية والمناقشات المالية على المباحثات الليبية التونسية التي أجريت في طرابلس على مدار يومين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة توسيع التعاون
ومناقشة سبل توفير ما يلزم لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين. وبحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الذي يزور طرابلس ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة سبل تدعيم وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. في نهاية النشرة إلى العناوين. الميليشيا الحوثية تواصل تصعيدها في الحديدة وتقصف تحيتا وحيس. ألغام الموت الحوثية تواصل حصد المزيد من الضحايا ومطالبات بالضغط على الميليشيا لتسليم خرائط الألغام. الوفد الأمني المصري يبحث ترتيبات إعادة إعمار غزة بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي. في أمان الله.